هنا محل عملي باختيار عمر حسين، أحد سكان مدينة كركوك في محافظة التأميم، حيث يمتهن إعادة تعمير السيارات أو ما تعرف بالسمكرة. اقتناء وتعمير السيارات القديمة تمثل مهنة وهواية لباختيار في الوقت نفسه، فهو يستمتع بعمله في سمكرة السيارات الكلاسيكية كل صباح ومنذ سنوات طويلة. سيارات أمريكية، سيارات ألمانية، سيارات فرنسية كنت أعمل فيها، يعني أنا أعمل لحد الآن في سيارات القديمة، وبجهد بإمكان أنشط كل السيارات القديمة على السيارات الجديدة. يستغرق تصليح السيارات القديمة وقتا أطول يقول باختيار، فإيجاد قطع غيار لهذه الأنواع من السيارات ليس بالأمر السهل، وقد يتطلب السفر إلى محافظات أخرى. يعني لحد 10 أشهر يلا تكمل. سيارات قديمة مو مثل سيارات حديثة، سيارات حديثة بس تبديل، سيارات قديمة بس تعديل، التعديل يريد له وقت زايد. وبليت السيارة القديمة جيش 16، البليت سيارات الحديثة يعني ما يصل الجيش 21 ملم. ورغم الجهد المبذول في سمكرة السيارات القديمة، إلا أن باختيار يفضلها على الوظيفة الحكومية في العراق لعدة أسباب، أبرزها الدخل المادي المرتفع مقارنة برواتب الدولة. أنا هذا عملي أحسن من وظيفة الحكومية، لأن وظيفة الحكومية يومك وراتب ويوم ما كراتب، هذا عملي، هذا يوميات يعني. ويطمح باختيار لافتتاح معرض للسيارات الكلاسيكية والترويج لهذه الفكرة والاستثمار فيها على غرار العديد من الدول العربية والأجنبية.